هذا القفلة اسمه جدعان هذه قلل الاستيراد المواشي وخفت المواشي المحلية. الحب القصب الآن ب500 ريال، المزارع جفاف بسبب غلاء الديزل ب25000 ريال دب الديزل. والمواطن يناشد بالارتفاع على الأسعار، والصرف الآن زاد عندنا ب1500 شوية دولار، والسعودي ب100000. التيست كان قبل 2012-2013 كان ب25-30000، الآن التيست ب150000. المواطن يدخل سوق المواشي يشتري تيس ما يقدر يشتري، يلوح فاضي، يروح يشلوه بالكيلو من الملحمة ب8000-6000 ريال. اللي ماشي معه وين يروح؟ يروح يسرق ولا ينهب؟ الآن شح الأمل وشحل كل من كثرة المواشي، لأن ما فيش مواشي لا بلدي ولا صومالي. إلا يتزبون ما حصل شيء، حصل غلاء يتفرج شوية ويرجع، ما أش اشتري زي الناس، ولا أدري علينا نذبح، ولا أدري نذل، ولا أدري في دلائل ولا ذباحة ولا شيء. الدنيا كلها شحت، نكست عليها الأشياء كامل. أحيانا تحصل تروح جهالك معك أشياء، وأحيانا تروح من دون حاجة. Thank you.